أولا صباح الخير، وأتمنى أن السيشن النهاردة تكون مفيدة، وشكرا للدكتورة عبلة على الانترودكشن دي. Definitely it's a great panel أن يكون في كل القامات دي في القطاع المالي والمصرفي، وآي ثينك أن هيكون في كومنتس لطيفة. إحنا ريبورت بيطلع كل شهر زي ما الدكتورة عبلة اتكلمت، وبنعمل كل 3 شهور برزنتيشن، هدفها أن إحنا نريفيو ال3 شهور حصل فيهم إيه. فده الريفيو بتاع كوارتر 2. خليني هايلايت quite quickly. احنا لما بنبص على في الريبورت ده بنبص على جلوبال ماركتس في الاول، بنشوف ان جلوبال ماركتس هي الدرايفر. من الجلوبال ماركتس دي بنشوف التغيرات اللي حصلت فيها، اسعار الكوموديتيز، الانترست ريتس عامله ازاي، الانفليشن عامل ازاي. ده بيدينا انديكيتورز ايه هي المساحات اللي الايمرجنج ماركتس بتتحرك فيها، وبناء عليه بيبقى عندنا تصور لايه الايمرجنج ماركتس، ايه الاوبشنز. لانه صعب الايمرجنج ماركتس مثلا تخش في ايزنج سايكل او تكات انترست ريتس، بينما جلوبالي امريكا واوروبا بيرفعوا انترست ريتس. من اللي بيحصل في الايمرجنج ماركتس، احنا كدوله مصر هي بارت من الايمرجنج ماركتس، في بعض الاوقات بينزلوها شويه مؤخرا اقل من الايمرجنج ماركتس، يعني ان شاء الله نرجع تاني ونبقى ايمرجنج ماركتس، بس شئنا ام ابينا فاحنا متاثرين باللي بيحصل جلوبالي وبيحصل في الايمرجنج ماركتس. وبالتالي بنبص على التاثيرات الخارجيه، زائد بنبص على كتير من الانترنال فاكتورز، وذر على الصعيد النقدي او على الصعيد المالي، فنطلع بتوصيف للوضع اللي موجود ده داخليا، سواء ناتج نتيجه اكسترنال فاكتورز من جلوبال او ايمرجنج ماركتس، او نتيجه انترنال فاكتورز من فيسكال او مونيتري بوليسي. لو جينا بصينا على الجلوبال ماركتس، اول حاجه بنبص عليها هي الكوموديتيز والكوموديتي برايسز. عندنا كوموديتيز مختلفه، اسعار الكوموديتيز احنا في الريبورت ده بنسعر كل حاجه، بنغير الجرافس في كل حاجه، يا اما من 100 فهي متحوله لاندكس، يا اما هي برسنتج تشينج يعني نسبه تغيير. فكل حاجه ملهاش سعر، هي مؤشر من 100، فلو زادت بقت 110 فمعناها زادت 10%، لو بقت 90 معناها نزلت 10%. ده للتسهيل عشان كميه المعلومات اللي محطوطه في عدد صغير من السلايدز كبيره، فتبقى يعني قدره الانسان ان هو يتابع تبقى اسهل شويه. الثلاث شهور اللي فاتوا شفنا دايفرجنس او تباعد في التوجهات، شفنا حاجات زي البترول اسعارها بتنزل، بينما شفنا منتجات ثانيه زي الغاز الطبيعي زي الجولد وغيره بتطلع. ويمكن الثلاثة دول هم اللي احنا حابين نركز عليهم. البترول واحد من الحاجات، يمكن لما عملنا السيشن المره اللي فاتت كان واحد من المعقبين استاذ احمد كوجك، وكان قال تعليق لطيف، كان لسه راجع من اجتماعات صندوق النقد بتاعت الربيع، وقال اسعار البترول غالبا دي هتبقى في اعلى نقطه لما اتسال على الدعم وتكلفه الدعم، وقال المتوقع ان البترول فور بوليتيكال اند جيو بوليتيكال ريزنز ويل هاف تو بيكم يعني اندر كنترول. ده اللي حصل، شفناه في الربع اللي فات ان اسعار البترول نزلت نسبيا. على الناحيه الثانيه اسعار الغاز الطبيعي نزلتش، وده مشكلة لكل الناس المعتمدين على الغاز الطبيعي بشكل كبير. وأسعار الذهب زادت، وده آخر كوارتر شفنا أسعار الذهب بتزيد لأسباب ليها علاقة بالبريفرنسز أو تفضيلات المستثمرين، إن هو يحافظوا على أجزاء من استثماراتهم في الذهب، زائد رغبة كتير من البنوك المركزية خاصة البنوك الصينية، إنها البنك الصيني إن هو يحتفظ بالريزيرف بتاعته بدل ما كانت الماجوريتي منها بالتريجري بيلز، يبقى الأمريكاني يعني اليو إس تريجريز، يبقى جزء الأكبر منها في الذهب عشان يقلل الاعتماد على أمريكا. فده جزء من الدايفرجنس او المفارقه اللي شفناها في اسواق الكوموديتيز. الدايفرجنس ده ليه تاثير على الدايفرجنس ده ليه تاثير على الانفليشن ريت والبوليسي ريتس. يمكن السنه اللي فاتت كانت سنه من السنين اللي شهدت انفليشن ريتس عاليه جدا، وكلمه عاليه في الانفليشن هي كلمه نسبيه. احنا بالنسبه لنا في مصر الانفليشن لو 10% بنبقى كلنا مبسوطين قوي، في اوروبا الانفليشن هو التارجت 2% فهم هيوصلوا لل 2%، في امريكا التارجت 2% فهو هيوصل لل 2%. فلما بيبقى 3-4% بيبقى ازمه، لما بيبقى 5-6-7% بتبقى مصيبه. فهو الانفليشن نسبي في النقطه دي. فالسنه اللي فاتت واللي قبلها بعد الايزنج اللي حصل في ايام الكوفيد، الكميه الفلوس اللي اتطبعت جلوبالي اثرت على وجود انفليشن ريتس عاليه جدا، وبالتالي البنوك المركزيه في اوروبا وامريكا رفعت اسعار الفايده لاحتواء التضخم ده.
مع بدايه السنه كان في توقعات ان يحصل مونيتري ايزنج، ان تبتدي البنوك الفيدرال ريزيرف في امريكا او يوروبيان سنترال بانك في اوروبا يقاتل الانترست ريتس، وكان في ديسكشنز هيقات مش هيقات. وكان مع بدايه السنه السنترال في امريكا الفاد بيقول هيقات ثلاث مرات، الناس بتقول لا هيقات مره، فكانت الديسكشن ثلاثه ولا اثنين ولا واحد. جينا على نهايه كوارتر 1 لما عملنا الريفيو اللي فات كان في هيوج كونفيوجن، هو هيقات ولا مش هيقات، ولا هيقات هيقات كم مره. الربع الاخير اخر ثلاث شهور الكونفيوجن ده قل لاسباب، اولا ان الانفليشن ريت ابتدت تستابلايز في ماركتس كتيره جدا، فشفنا امريكا ابتدت تستابلايز ما بتزيدش، بتميت الفوركاست او بتبقى اقل منه. اوروبا الانفليشن ريت قل، انجلترا ان سبيسيفيك الانفليشن ريت نزلت بشكل ملحوظ، شفنا كندا انفليشن ريت بيقل، كندا السنترال بانك هناك نزل الانترست ريت، اليوروبيان سنترال بانك اعلن ان هو هيكت، والبنك بتاع سويسرا البنك المركزي السويسري عمل كات للانترست ريت مرتين اوريدي في خلال الشهور اللي فاتت. وبالتالي التكهنات حوالين الايزنج سايكل تحولت من تكهنات الى واقع بشكل كبير، وده يمكن اللي شفناه. هنلاقي ان الانفليشن اخذت كيرف نزول شويه في اخر شهور، واخر ثلاث شهور اللي هم اخر ثلاثه بورز يا اما ثابته يا اما بتنزل. مجموعه الجرافات اللي تحت هنلاقي ان الانترست ريتس ما زالت ثابته، بس على الاقل هي ثابته في الاسواق، ويمكن في سوق زي كندا نزلت نتيجه الكات اللي حصل. وده معناه ان احنا البنك المركزي الفيدرالي الامريكي في الاغلب هيكات السنه دي على الاقل مره لو مش اكتر. امتى او مش امتى، يمكن دي حاجه من الحاجات اللي بيتقاطع فيها الاقتصاد والسياسه، ان في السنين اللي فيها انتخابات زي امريكا السنه دي بيبقى في حساسيه ان البنك المركزي ياخد خطوات، فدايما بيبقى بتعريف السوق كده بيتقل ايده شويه، اللي هو يعني لو ينفع قط دلوقتي او في شهر نوفمبر بعد الانتخابات خليني استنى عشان ما حدش يتهمني بالتحيز. هو ده بيبقى طريقه تفكير، لان البنوك المركزيه بيبقى عندها رغبه للحفاظ على استقلاليتها من العمل السياسي، فكان مش دعوه مين يكسب، انا جهه مستقله. فيمكن ده من الحاجات اللي عامله شويه يعني بلبلة او كونفيوجن او تكهنات. بس خلاص الدايركشن ان المونيتري ايزنج سايكل بتبتدي، الكاتس بتبتدي، كندا عملت كاتس، سويسرا عملت كاتس، انجلترا والاتحاد الاوروبي بيفكروا يعملوا، امريكا اوبفيسلي من هنا لاخر السنه هيبقى هنشوف كات. لو جينا بصينا على تاثير الكلام ده على الجلوبال ستوك ماركتس هنلاقي فيه تباين، هنلاقي فيه امريكا، ولسه كنا بنتكلم مع مهندس هاني، بتاتشيف اول تايم هايز، يعني بتوصل لاعلى معدلات، ودي مدفوعه بقطاع التكنولوجيا، بينما عندنا بورصات تانية فيها كندا انجلترا الاتحاد الاوروبي كله البورصات فيها حجم من التذبذب عالي جدا نتيجه الجلوبال جيوبوليتكس. ويمكن التذبذب ده هنلاقيه ان اخر شهر ونص دول كانوا فيهم تذبذب كبير جدا، ما كانوش موجودين في اول السنه، في الربع الاول كنا شايفين البورصات كلها طالعه، الربع الثاني امريكا طالعه والباقي بيعافر وبيروح وبيجي. لو جينا بصينا على امريكا ان سبيسيفيك هنلاقي ان اخر شهر بالذات في الثيم بتاع الاي اي او الارتفيشال انتليجنس، وصعود شركات زي انفيديا من شركه راس مالها تضاعف عده مرات، والثلاثه الكبار انفيديا ومايكروسوفت وابل هيوج كومبيتيشن، الثلاثه بقوا اكبر من 3 تريليون دولار كل شركه منهم. وده يمكن الحديث بتاع اسواق المال هو 3 تريليون دولار ده منطقي للشركات دي؟ طب في فوركاست وجروث ممكن يجيب الارقام دي؟ وبالتالي في كلام كتير قوي في الجلوبال ماركتس بالذات في امريكا على الاي اي بابل، هل في بابل بسبب الارتفيشال انتليجنس؟ ولكن هو تقريبا ما فيش حد بيشتغل في الشغلانه دي الا يا بينفست في الاي اي يا بينفست فيما بعد الاي اي، بس مور اور لس ده الثيم اللي موجود في انترناشونال ماركت خاصه في امريكا. لو جينا بصينا على تأثير الكلام ده على الييلدز، تكلفة تمويل الديون، هنلاقي ان في امريكا الدول جلوبال ماركتس الييلد ثابت، التكلفة خدمة الدين بتاع التانييرز تقريبا ثابتة في اخر كوارتر، في تغيرات بس تغيرات دي ما هياش كبيرة جدا. هنلاقي السي دي اس اللي هو الكريدت ديفولت سواب، يعني تكلفة تأمين الدين، اي دولة بتقترض في احتمال انها تتخلف عن السداد، فالمستثمر بيروح يشتري ورقة انشورنس يعني تأمين عشان لو حصل تخلف عن السداد يضمن فلوسه. فالكريدت ديفولت سواب هو ده اللي احنا بنقيس بيه حجم الريسك اللي الماركت شايفه.
الكريدت ديفولت سواب كانت ستيبل جدا السنه في اخر 3 شهور، ولكن لاحظنا سبايكس نطرات كده او ارتفاعات شديده، ودي نتيجه الجيو بوليتكس اللي العالم بيشوفها في اخر اسابيع، الستريس الكبير بين في الحرب بين اوكرانيا وروسيا، تصريحات الاتحاد الاوروبي وامريكا والرد عليها من روسيا فيما يخص الحرب بين اوكرانيا وروسيا، الحرب الاقتصاديه بين امريكا والصين والتصريحات اللي ماشيه، الحرب اللي دايره في المنطقه حوالينا وتاثيراتها. فبنصحى نلاقي السي دي اس بيطلع في يوم وينزل تاني، ده مش معتاد بالدول الكبيره، يعني الدول الكبيره عاده بيبقى في ترند بنشوف طلوع ونزول، ان احنا نصحى الصبح نلاقي السي دي اس زاد 1% وراجع تاني يوم، دي حاجات فيري فيري انيوجوال وملهاش تفسيرات في الفاينانشال ماركتس غير الجلوبال جيوبوليتكس العاليه. ودي لو بصينا على الجرافز بتاعت انجلترا، كندا، المانيا، فرنسا، تشاينا، هنلاقي اخر شهر اكتر من يوم حصل فيه يعني طفرات، وترجع بعد كده الكريدت ديفول سوابس تلم تاني. وطبعا ده اي حد بيشتغل في الفاينانشال ماركتس ممكن يعني الكلام ده تاثيره على اسعار كل حاجه والفاريابيليتي بتبقى عاليه جدا. طيب تاثير الكلام ده ايه بقى على الايمرجينج ماركتس؟ زي ما الدكتوره اتفضلت الدكتوره عادل قالت، المركز عنده مجموعه من الدول هي بنسميها دول المقارنه، هو اللي بيتم دايما النظر ليها، سواء الدول دي هي دول جوار او الدول دي هي دول في تنافسيه بيننا وبينهم، او دول في تشابه بيننا وبينهم في بعض الامور الاقتصاديه زي حجم الاقتصاد او معدلات النمو او طبيعه الاقتصاد. فاحنا اخترنا المركز عنده 8 دول بيقارن بيهم في الحته دي، هنلاقي ان الدول اللي احنا بنقارن بيهم اللي ممكن نقول ان هم ايمرجينج ماركتس، هنلاقي ان ما زالت معدلات التضخم فيهم عاليه، وعالية هنا نسبية، يعني لو كنا بنتكلم في أوروبا على 5 و6% العالية، فلما بنروح تركيا بنتكلم على 50 و60 و70%، لما بنروح للإمارات بنتكلم 6 و7%، فدي 6 7% بتاعت الإمارات دي عالية قوي، دي إكويفلنت لـ 50 60% بتاعت تركيا، فهي النسبية هنا مهمة جدا تؤخذ في الاعتبار. فإنفليشن ريتس ما زالت عالية جدا في الدول دي. لو بركزنا على دولتين ممكن يكونوا انترستنج بالنسبة لنا نبص عليهم، ده حاجة زي تركيا، رغم أن سعر الفايدة ما زال عالي جدا إلا أن التضخم برضو ما زال عالي جدا، بنشوف إنفليشن ريت 70% حتى مع الانترست ريتس العالي. وده ياخدنا لدسكشن كبيرة يمكن دائما ما نتحدث مع مهندس هاني ومع دكتور عبل عليها، هل سعر الفايدة العالي هو الوسيله دائما الناجحه للسيطره على معدلات التضخم ولا لا؟ فعندنا اكزامبل زي تركيا ما فيهوش حساسيه ان احنا نبص عليه، مع سعر الفايده اللي كسر اللي وصل 50% بقاله شهور، ما زالت معدلات التضخم ما بتلمش، ما زلنا بنشوف 60 و70%. الامارات رغم انها دوله ما عندهاش مشكله فيما يخص سعر الصرف، لان سعر الصرف ثابت، دولة إلى حد كبير مستقرة جدا سياسيا، لكن بنشوف معدلات تضخم عالية جدا مدفوعة بفاكتورز كتيرة زي أسعار العقارات، زي الطلب على الخدمات وما خلافه. بس برضو تعريف سعر تعريف الانفليشن العالي هو 5% و6% في الإمارات، اللي هو إكويفلنت ل 50 60% في تركيا. بس برضو 5% عاملة لهم إزعاج، لأن هو ما عندوش زيادات في المرتب اللي تجستيفاي الناس على 5 6% السنوية دي. لو جينا بصينا على تأثير الكلام ده على دولة تانية زي المغرب، ودي من الدول اللي احنا بنبص عليها، هنلاقي المغرب كدولة ما عندهاش الأزمة دي. الدولة زي المغرب الاكشوال الانفليشن ريت بتاعها اندر كنترول جدا، حصل انخفاض كبير، واخر كوارتر حصل ان تقريبا الانفليشن مش بس تحت السيطرة، احنا بنتكلم في 1% اقل حتى من اوروبا، ودي نتيجه اسباب اولها ان في ماكرو ايكونوميك ستابيليتي لفتره طويله، دوله عندها سياسات اقتصاديه ما بتتغيرش كتير وما بتتغيرش بسرعه، وفي حاله من الاستقرار، زائد ان هي الى حد كبير رغم انها في المنطقه بتاعتنا الا انها منعزله او ديتاتشت عن الجيوبوليتكس، هم ما لهمش دعوه بالحرب اللي دايره حوالينا، ما لهمش دعوه بمشاكل البترول والغاز، هم معانا ومش معانا في نفس الوقت. وده بيبين ان الماكرو ايكونوميك ستابيليتي بلس الجيوبوليتكس هم غالبا السببين الاساسيين ورا الانفليشن ريتس اللي احنا شايفينها في اغلبيه الايمرجينج ماركتس. لو جينا بصينا بعد الانفليشن ريت على تاثير الكلام ده على البوليسي ريتس، اسعار الفايده اللي البنوك المركزيه بتحطها، كل البنوك المركزيه في الدول دي غالبا ما حدش عمل كاتس
كله مستني الايزنج سايكل يحصل، كله مستني ان اوروبا وامريكا وانجلترا يقط بشكل كبير عشان احنا يبقى عندنا مساحه تقط. ليه؟ لان ما زالت الدول دي الانفليشن ريت فيها ما زال عالي، وبالتالي هو مش قادر يقط خوفا من ان هو الانفليشن تهرب منه، زائد خوفا على العمله بتاعته، وبالتالي شايفين بوليسي ريتس ما زالت عاليه جدا وما زالت ثابته نسبيا. فسواء في تركيا او في الامارات او في المغرب ما زالت البوليسي ريتس ثابته مع اختلاف الظروف. حتى المغرب اللي الانفليشن ريت فيها نازل جدا لسه ما دي ديد نوت كات، وده يدي انسايت ليه لما نيجي نتكلم على مصر ليه احتماليات او التفكير في الكاتس ممكن يتاخر شويه، لان كل الايمرجنج ماركتس مستني، كل بيقول لك خلي نشوف امريكا واوروبا هيعملوا ايه، نطمن ان هم عملوا كات مره واثنين وثلاثه، ابتدي الايزنج يبتدي ثم احنا نتحرك. لو اتاخرنا شهر واثنين مش هيحصل اي حاجه، لكن انا لو استرعت واي كات انترست ريتس انا ممكن الكرنسي يبقى البريشر عليها عالي جدا، وده اللي ظاهر في حاله زي تركيا والامارات فيها انفليشن عالي سعر الفايدة ثابت، في حالة زي المغرب الانفليشن ريت نازل جدا سعر الفايدة برضو ثابت، وده يدينا برضو انسايت هي ماشية ازاي. لو جينا بصينا على العملات الكرنسي بتاعت الايمرجنج ماركتس هنلاقي ان البريشرز على الكرنسي بتاعت الايمرجنج ماركتس مازال عالي جدا جدا جدا، وده مدفوع بتو مين فاكتورز. واحد هو الانفليشن ريت العالي في الدول دي، في كل ما الانفليشن ريت بيعلى كل ما الضغط على العمله اوتوماتيكلي بيعلى، ده نمبر 1. نمبر 2 ما زالت اسعار الفايده في الغرب عاليه، وبالتالي الفرق فين بين الانترست ريتس ده، اي حد عايز يجي يستثمر في دوله زي مصر او في دوله زي المغرب او في دوله زي تركيا هو واخد في اعتباره انا ليه اجي الا لو انا هاخد فايده اعلى، طب فده يحط بريشر اعلى على الكرنسي، فالسايكل دي بتكمل. وده احنا شايفينه بشكل كبير في كرنسيز مختلفه، سواء على في مثلا دول تاثرت سلبا جدا زي التركيش ليرا والريال البرازيلي، يعني البرازيل وتركيا العملات بتاعتهم شهدوا انخفاض بسبب التضخم العالي، فده ضغط على العمله بشده. المغرب اسعد حالا لانها زي ما كنا بنقول من دقيقتين متوسطات التضخم بتاعتها قليله، فهم مسيطرين على الانفليشن وما زالوا محافظين على سعر الفايده، وبالتالي العمله بتاعتهم في الربع الاخير يعني وضعها كويس، بل بالعكس ممكن تكون بتتحسن قدام الدولار. وده تاني ياخدنا ليه ان اسعار العمله هو نتيجه مش سبب، هي ناتج من اسعار التضخم، الفروقات بين اسعار الفايده بين الدول وبعضها وبين السياسات الاقتصاديه المستقره ينتج عنه سعر عمله. فلو الحاجات اللي قلناها دي مستقره فسعر العمله هيبقى مستقر، لو ايجابيه يبقى سعر العمله هيجمد قدام الدولار، لو سلبيه فسعر العمله هينخفض. ودي ثلاثة كيسز مختلفين، ادينا بنشوف التفاعل بين سعر الفايده وبين فروقات التضخم هو ده اللي مأثر على العمله بشكل كبير. نيجي نبص على اسواق المال، اسواق المال في الايمرجنج ماركتس كانت برضو فيها توربلنس او فيها حاله من حالات الاضطراب في الربع الاخير ده، بعضها شهد ارتفاعات كبيره ما زالت زي تركيا والهند بسبب التضخم، فالناس بتجري على البورصه، والبورصه في العالم كله مش بس في مصر بيبقى في احوال كتيره جدا ملجا لتخزين الفلوس، لو انا كده كده العمله بتاعتي بتفقد قيمتها خليني احط في اصول، سواء الاصول دي في مصر احنا متعودين على العقار ذهب ودولار، البورصة في حتت كتيرة جدا بتكون ملجأ يعني كتير، وشفناه في مصر في السنة اللي فاتت مع الاضطراب اللي كان موجود. لو جينا بصينا على يعني specific cases حابب نبص على الدولتين في المنطقة السعودية والإمارات، الربع الأخير ده بالذات آخر شهر ونص شهدوا أسواق مضطربة جدا جدا جدا. السعودية بسبب أسباب داخلية واضطرابات والدنيا ممكن ما تبقاش اضطرابات أمينة اضطرابات اقتصادية، فيش تصور طب السعودية هتفضل تصرف بالصرف ده ولا هتقلل، طب السعودية هتقلل وتوقف بعض المشروعات وعملوا كاتس في مشروعات كبيرة، طب ده تأثيره على إيه؟ ففي حالة تذبذب، خلينا نقول أكتر من اضطراب، كلمة تذبذب ممكن تبقى أدق. الإمارات بلد معجونة جوه الجيوبوليتكس، قد تبان انها معزولة ولكن هي في الحقيقة معجونة، وبالتالي شفنا البورصة بتاعتها متأثرة جدا في الربع الأخير خاصة آخر شهر، زائد الانفليشن العالي بيقلق الناس اوتوماتيكلي جوه البلد. لو جينا بصينا على اكزامبلز تانية هنلاقي
دولتين بعاد قوي، واحده في اقصى الشرق وواحده في اقصى الغرب، البرازيل وساوث كوريا، برضو في تذبذب، ولكن هو تذبذب مش انخفاض، وده ناتج عن بيور جيوبوليتكس في حاله ساوث كوريا وفي حاله البرازيل، ميكس بين الكرنسي بريشر على الجيوبوليتكس موجود. فده حاله الاسواق اللي احنا بنقارن نفسنا بيها او بنبص عليها. طيب الاسواق دي، البلاد دي عامله ازاي كتكلفه دين، وعامله ازاي كتكلفه تامين للدين او سي دي اس؟ في حاله خلينا نقول استابيليتي او استقرار في تكلفه الديون، البوند ييلز، ال10 يير بوند ييلز، في حاله استقرار، وده ناتج من الاستقرار اللي في العالم كله. لو العالم اسعار الفايده فيه مستقره وتكلفه الدين بتاعت امريكا واوروبا مستقره ويمكن تنزل، من المنطقي ان الايمرجنج ماركتس تبقى مستقره زيها، وده ينعكس على كمان السي دي اسز او تكلفه تامين الديون، الانشورنس بتاعتها تبقى متامنه شويه، مع الحته بتاعت ان برضو زي ما شفنا في الاسواق العالميه سبايكس، ايام فيها طفرات، نفس الترند ده شفناه في الاسواق الناشئه في ساوث كوريا، في البرازيل، في ساوث كوريا، ايام كده برضو بنلاقي الكريدت ديفولت سوابس بتنط نطه وبترجع تاني لنفس الاسباب، بيورلي جيوبوليتكس، امريكا تطلع تهدد فتلاقي الريت طلع، بعدين يطلع واحد تاني يهدد الدنيا فتقوم الريتس نازله، وده هو الحال اللي موجود وليه تاثيرات على كل الماركتس باشكالها المختلفه. نيجي لمصر، ناخد الكلام ده ونحاول نبويل داون على مصر. الربع الاخير لو جينا بصينا عليه هنلاقي احنا ما زلنا، احنا في الربع الاول حصل اتفاق صندوق النقد، حصل اتفاق بتاع صفقه راس الحكمه، تو ميجا ديلز كبار اثروا بشكل كبير، حصل في فبراير ومارس، في مارس حصل التعويم، حصل بعد الاتفاق مع صندوق النقد اترفعت سعر الفايده، الربع الاولاني من السنه سعر الفايده اترفعت 8%، فكان في تغيرات كبيره جدا. التغيرات دي كان ليها تاثيرات. لو جينا بصينا على الربع الثاني اخر 3 شهور، بعد بقى ما بعض التغييرات دي ابتدت تبقى موجوده وبعضها لسه مكمل معانا، هنلاقي شويه حاجات. هنلاقي الاكسترنال ما عندناش تغيير في الريتنجز، يعني احنا مع الريتنجز في اخر كام اسبوع ما حصلش فيه تغيير، خلاص العمل اللي رفع الريتنج او حسن الرؤيه المستقبليه حسن، احنا واقفين عند النقطه دي، كله مركز على الشورت تيرم، وبرده كل التركيز على ان اللي حصل سواء اتفاقيه راس الحكمه او اتفاقيه صندوق النقد ليها مردود ايجابي جدا على الشورت تيرم، بس خلينا نشوف الميديوم واللونج تيرم هيحصل فيهم ايه. فلو احنا بنرصد الشورت تيرم، وتاني لان اللونج تيرم مبني على احنا هنعمل ايه عشان نشوف اللونج تيرم كمان 5 و10 سنين، بس الشورت تيرم احنا ممكن نلاقي تاثيرات في الشهرين 3 اللي فاتوا، وده احنا شفنا ان الاكسترنال ديت بعد الاتفاق مع بتاع راس الحكمه، زائد الاتفاق بتاع الاتحاد الاوروبي، مجموعه الاتفاقات اللي تم التوقيع عليها في الايام اللي فاتت، شفنا الدين الخارجي ابتدى ينزل شويه من 100 قرب ال 170 لل 160، ففي 10 مليار دولار نزلوا كده في خلال الكوارتر الاخير ده، فاكتور مش سستينبل بس نازله، مهم ان احنا نرصدها. دايرو الايجيبت 10 يير بوند ده بالجنيه ده على ده 25%، هو ده مهم جدا ان احنا نعلق عليه. هو احنا بعد ما حصل تعويم وحصل رفع سعر الفايده، سعر تكلفه الديون اصدار الحكومه المصريه للسندات 10 سنين ارتفعت بشده ووصلت في لحظه ل 32%، ودي كانت اللحظه العظيمه لاي واحد بهيدج فاند مانجر قاعد في اوروبا ولا في امريكا بيعمل كاري تريد، ان هو بيستلف في بلده ب 3-4% 5%، بيجي يشتري عندنا ب 32%، وبعد كميه الفلوس اللي خدناها احتماليه المخاطره على المدى القصير من وجهه نظره قليله، فحصل انفلوس كبيره جدا. الانفلوس دي شفناها وهنشوفها كمان دقيقه لما نيجي نتكلم على الريزيرفز ونتكلم على النت فورين اسيتس في البانكينج سيستم، بس حصل ان الييلد العائد على البونز بتاعتنا نزل من 32% نزل ل 26-27%، وفي بعض الايام نزل 25%. ليه؟ للطلب العالي.
احنا في قبل شهر مارس كان الحكومه لما بتحب تقترض ما بيبقاش عندها حل غير انها تقترض من البنوك الحكوميه القطاع المصرفي يعني والمؤسسات الماليه. بعد التعويم اتفتحت الباب لان بقى في مستثمرين اجانب جايين بما يسمى بالهوت ماني او الاموال الساخنه، جاي يشتري في جوفرمنت بونز وعينه على الفرق في اليلد، عينه على الفرق بين سعر الفايده في بلده وسعر الفايده اللي هو جاي هنا. وال 32% اللي كنا بنديها بعد التعويم على طول دي كانت خيال علمي بالنسبه لاي حد. هي مش مغريه، هي خيال علمي يعني. احنا كان صحابنا اللي معانا بيسال هو ده بجد فايز ترو، فقول له والله اتس ترو بس نوت فور لونج يعني تعال. وفعلا هو اللي حصل ان في خلال اسبوعين الويندو ده نزل من 32 بقى 28 27 26. فالترند ده نزل، ده ليه يعني انعكاس ايجابي على ان في هوت موني كبير دخلت. بس هو الهوت موني بطبيعته هي اسمها هوت موني، فهي السستينابيلتي بتاعتها او استدامتها او استمراريتها محدوده. ولكن احنا هنا بنحاول نرصد الموضوع من جوانبه المختلفه عشان نتكلم عنه بعقلانيه، مش هدفنا ان احنا نقول الله هو حلو ولا وحش، عشان نشوفه بس الاول ونتكلم عنه بمنطقيه يعني. فده اللي شفناه في التانيير بوند. لو جينا بصينا على الجانب الاخر هنلاقي ان الكلام ده تاثيره على احنا عندنا انفليشن الجي دي بي ديفينتلي هياخد شويه وقت تو جرو. واحنا يمكن المره اللي فاتت اتكلمنا كتير في السيشن اللي فاتت من 3 شهور ان عشان نلاقي معدلات نمو في الجي دي بي محتاجين تغيرات هيكليه، آليات الاقتصاد وحركته تتغير، لان الهوت ماني اللي بيجي ما بيأثرش على الجي دي بي في حاجه، والاف دي ايز اللي بتيجي عشان تسمع في معدلات النمو في لاجنج افكت، فاحنا لسه مش شايفين ده في الجي دي بي. القدره الاقتصاد ان هو يرجع للارقام القديمه اللي هي كانت من سنتين ثلاثه، او يرجع للكاباسيتي بتاعته بصرف النظر هي 7 8% حسب ما نتفق عليها، احنا لسه بعاد عنها جدا. ففعلا احنا مش شايفين لسه على مستوى الجي دي بي تغير. وبصراحه لو التركيز على الهوت ماني فمش هيبقى فيه تغير، لكن ممكن لو التركيز على حاجات ستراكشرال ممكن نلاقي فيه تغير. بس في كذا حاجه ثانيه عايزين نبص عليها، عايزين نبص على الانفليشن ريت، وده من الحاجات اللي تستاهل نبص عليها. احنا مع الاجراءات اللي اتخذت، التعويم لما اتعمل بشكل رسمي في مارس، مع التغيير في اسعار الطاقه باشكال مختلفه في بعض المنتجات، حصل ان الانفليشن ريت نط في الرينج ما بين 35 من 30 ل 35%، وقعد كده اخر 3 شهور شهر 4 و5 و6 شفنا الانفليشن ريت بينزل، بينزل من 35 ل 33 32 30 8 يعني في اخر 3 شهور في نزول. وده من ناحيه ايجابي، بس من ناحيه تانية ما زال الرقم ده عليه، احنا بنتكلم في 30% بلس في بعض الاجراءات اللي اتخذت في اخر كام اسبوع اللي اي ثينك ممكن يبقى ليها تاثير في الشهور اللي جايه. فالانفليشن ريت رغم انه اخذ نزول لكن مش بالضروره، اولا احنا لسه عالي، وكمان مش بالضروره ان الكيرف ده يفضل ينزل، يعني مش بالضروره نلاقي 15% كمان كام شهر. لسه في اجراءات تانية بتتاخد زي موضوع رغيف العيش، زي موضوع الكهرباء والبنزين اللي كان في كلام يتعاملوا دلوقتي بس في قرر يتاجله كام شهر. الحاجات دي تاثيرها كبير جدا، وبالتالي احنا بنقول بنرصد ان في نزول، لكن شايفين النزول ده ما زلنا الريت عالي، وغالبا النزول ده مش هينزل قوي لان في حاجات تانية لسه هترتفع. لو جينا بصينا على الناحية التانية من الشورت، هنلاقي حاجة بالنسبة لنا مهمة جدا، الجزء اللي تحت الموني سبلاي، الموني سبلاي والبوليسي ريت بتاعت البنك المركزي. ناس كتيرة جدا لما بتبص لقرار المركزي في رفع او تثبيت سعر الفايدة او خفضها عينها على الانفليشن، مش ترو، احنا لسه شايفين الانفليشن ولقيناه بينزل. بس هو السيولة في القطاع المصرفي والحجم السيولة المتداولة اللي هو الموني سبلاي ده هو من أهم المعايير اللي أي إيكونومست بيبص عليه وأي سنترال بانك لازم يكون بيبص عليه. إحنا الانفليشن اللي إحنا شايفينه هو جزء منه كبير طبعا نتيجة الديفاليويشن أو التعويم، بس جزء في اعتقادنا الاكبر نتيجه الهيوج اكسبانشن في الموني سبلاي، التوسع الرهيب في طباعه النقود في الفتره اللي فاتت هو ده جزء هيكلي اساسي. احنا بعد شهور طويله من الموني سبلاي بيزيد، لاول مره الشهر اللي فات نشوف موني سبلاي بيقل، وده ناتج من سياسه بنك مركزي في الفتره اللي فاتت انكماشيه جدا، كانت سعر فايده عالي، و يعني حركات
قويه جدا. يعني الاول مره كنا بنشوف الاعلام كلمه absorption of liquidity، امتصاص السيوله، يعني طول عمرنا لما بنشوف بنسمع عن سياسه نقديه انكماشيه اللي هي نرفع سعر الفايده، نخلي البنوك يرفعوا الريزيرف ريكويرمنت. الفتره اللي فاتت مع دول كان كمان في محاولات كبيره لسحب السيوله، هو دي نتيجتها، هي ده اللي احنا شايفينه، ان الموني سبلاي قل، البوليسي ريت اللي هو سعر الفايده بتاع البنك المركزي ما زال ثابت، ومنطقي ان هو يكون ثابت، ومنطقي ان هو يفضل ثابت شويه عشان الموني سبلاي يقل والانفليشن يقله. فدول اللي مرتبطين ببعض بشكل كبير، وكنا حابين نعلق عليهم مع بعض. لو جينا بصينا على تاثيرات الكلام ده، زي ما قلنا الموني سبلاي اللي قل يعني الشهر الاخير ده بعد صعود كبير، والبوليسي ريت يعني ما زال موجود. نيجي لاخر سلايد والكونكلوجن، احنا عندنا الريزيرفز بتاعتنا الفورين كرنسي اللي هي في البنك المركزي. عاده الناس مهتمه قوي بالرقم ده، والناس بتعلن عنه، والاخبار بتعلن عنه. بصراحه احنا كاقتصاديين ما بنشوفش ان الرقم ده هو اهم، هو مهم، بس هو مش اكتر رقم معبر في الحياه، في ارقام تانية معبره، بل قد تكون معبره اكتر. فخلينا نشوف اللي حصل في الربع اللي فات. الربع اللي فات من بعد التعويم، قبل التعويم كان عندنا فجوه في سعر الصرف، فكان عندنا في السوق خمس اسعار صرف. سعر الصرف الرسمي في البنوك ده كان 31 جنيه، سعر الصرف نتيجة بنحسبه على سعر السهم الجي دي ار بتاع السي اي بي، عندنا سعر الصرف بتاع النون ديليفربل فورورد اللي هو عقود آجلة، عندنا سعر الصرف بتاع السوق الموازي بنجيبه من أربع خمس مواقع اللي بتجيب وبناخد المتوسط، وسعر الصرف بتاع الذهب بتاع الصاغة. كان عندنا فرق بين 31 جنيه السعر الرسمي، وجاب بقى لحد 64 و 65 جنيه في المتوسط. بعد التعويم احنا شايفين كل الاسعار دي بقت تقريبا لاين واحد، الفروقات بينهم ربع جنيه وعشرة ساغ، which is acceptable جدا. فاللاين مكمل بقاله 3 شهور، فده جانب ايجابي، لان انا لو ما عنديش سعر صرف واحد فما فيش مساحة قوي نقعد نتكلم في اي حاجة، فده very positive في الحتة دي على الشورت تيرم. الحاجة التانية اللي عايزين نعلق عليها هي الجراف اللي مرتبط بالنت فورين اسيتس بتاعت البانكينج سيستم، وده في اعتقادنا هو مؤشر اهم بكتير قوي من الرقم اللي البنك المركزي بيصدره بتاع الاحتياطات النقد الاجنبي، مع انه هو احتياطات النقد الاجنبي رقم مهم، ان احنا نشوف ان احنا كان عندنا 36 بقينا دلوقتي 40 بعدين حاجة و40 وبتزيد، ده كويس جدا. بس في الاخر هو القطاع المصرفي بالمجمل معاه فائض في دولاري ولا معاه عجز دولاري؟ احنا وصلنا في فبراير اللي فات كان العجز الدولاري حوالي 27 وشويه مليار دولار، يعني الصافي النت فورين اسيتس بالانس في البانكينج سيستم او اجمالي السيوله في البانكينج سيستم الدولاريه، الصافي صافي الاصول الاجنبيه الدولاريه في القطاع المصرفي قبل التعويم كنا بنتكلم بالسالب 27 مليار دولار. احنا بنهايه مايو بدايه يونيو احنا بنتكلم لاول مره بعد 28 شهر بنتكلم في بلس 14 مليار دولار. فالفجوه الفرق كبير من في خلال 4 5 شهور من ناقص 27 لزائد 14. طبعا النطه دي بتيجي يعني صعب تيجي من حاجات سستينبل، هي لو هي سستينبل ما ينفعش تحصل في 3 شهور، فهي بتيجي من اتفاق مع صندوق النقد، الفلوس بتاعت راس الحكمه والهوت موني، الفلوس الاموال الساخنه الكبيرة. احنا تقريبا من اكتر الاسواق اللي اكتسبت نسبيا اموال ساخنة في الربع التاني من السنة ده، وده الجانب الايجابي ان الارقام شكلها احسن. الجانب اللي احنا دايما بنبقى عايزين نبص عليه على المدى المتوسط والطويل، هل الفلوس دي سستينبل يعني هتكمل معنا ولا لا؟ تجربتنا في مصر اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة، فبس خلينا نقول ان احنا هدفنا نرصد. فالرصد بيقول ان كنا في نقطة وحشة جدا في الحتة دي، دلوقتي بقينا في نقطة احسن، بس الاسباب وراها الاتفاقات بتاعت صندوق النقد، اتفاقات راس الحكمه، والهوت ماني اللي جه. ده اوفر اول بيدينا تصور كامل كده على الصوره. ده اختصار للكوارتر، ونفتح الباب للتعقيب.